بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم اليومي نور على الدرب. في هذه الليلة نعرض أسئلتكم واستفساراتكم على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله وبياكم شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيك. أول أسئلة هذه الحلقة من المرسلة ميم ميم قاف، بعثت عددا من الأسئلة تقول في أولها: يوجد لدينا مسجد في المدرسة، وأخبرتنا المعلمة بأن الحائض يجوز لها دخوله لأنه لا تقام فيه الصلوات الخمس، فليس له حكم المساجد الأخرى، فما صحة كلامها؟ أثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن المصلى الذي ليس بمسجد وإنما يصلى فيه إذا حان وقت الصلاة، سواء كان في دائرة حكومية أو في مدرسة أو في أي مكان، لا يأخذ حكم المسجد، لأنه لا يعد مسجدا وإنما يعد مصلى، فلا يأخذ أحكام المسجد في الوقفية ولا في منع دخول الحائض ولا غير ذلك. نعم. أثابكم الله. تقول في سؤال آخر: أنا مشتركة في جماعة المسجد، وحيث إن المعلمة تلقي علينا في بعض الأيام محاضرات، وعندما لا نأتي بل عندما لا تأتي نقيم نحن جماعة المسجد مثل الفطور البسيط، قهوة أو تمر أو غيره، داخل المسجد، وأحيانا نتكلم في أشياء دنيوية، فهل هذا صحيح أو هو لا يأخذ أحكام المساجد الأخرى المقصورة على العبادة؟ إن كانت تقصد ما في السؤال الأول أنه مصلى وليس بمسجد، فإنه لا يأخذ حكم المسجد كما ذكرنا سابقا، يجوز الكلام فيه ويجوز الأكل والشرب فيه وغير ذلك من المباحات، من الأمور المباحة. وأما المسجد الموقوف على الصلاة والذي يعد للصلوات، فهذا له أحكام، له أحكام خاصة به تجب مراعاتها، من صيانته من النجاسات والقاذورات، وأيضا يصان عن الكلام في أمور الدنيا والبيع والشراء، ويصان من باب أولى عن الكلام المحرم من غيبة ونميمة وقول الزور غير ذلك. وأما الأكل والشرب في المسجد فلا بأس به إذا لم يحصل تلويث للمسجد والتزم الأدب الشرعي، ولم يحصل في المسجد تلويث أو بقايا طعام أو غير ذلك، فإنه لا بأس بالأكل والشرب في المسجد، والحمد لله. نعم. فمن يقول يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن بعض أخبار أهل الجاهلية في المسجد، هل هذا من الكلام؟ هذا للمصلحة. يجوز إنشاد الشعر النزيه في مدح الإسلام والدعوة إلى الإسلام، وإنشاد الشعر المباح الذي ليس فيه هجاء وليس فيه مجون، يجوز هذا في المسجد، لأن هذا يستفاد منه أدبا وحكمة وموعظة، ويستفاد منه أحيانا علما شرعيا، فهذا يجوز إنشاد الشعر في المسجد. وقد أنشد حسان رضي الله عنه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم واستمع إليه، فيجوز مثل هذا لما فيه من المصلحة، إما في الدين وإما في الدنيا، من الأدب والحكمة والموعظة والاعتبار وغير ذلك. نعم. البيع المنهي عنه؟ البيع لجميع أنواعه منهي عنه في المسجد، لأنه جاء في حديث وإن كان ليس بالقوي، وأيضا لأن البيع من أمور الدنيا المحضة. نعم. المحضة؟ أي نعم، من أمور الدنيا، ومحله الأسواق، محل البيع والشراء والتكسب، حتى التكسب بالصناعات يحرم في المسجد، يعني واحد يجلس نجار أو خراز أو محرم هذا في المسجد، لأن المسجد مصان عن هذه الأمور. نعم. أحسن الله إليكم. تقول في سؤالها الثالث: إذا فاتت المسلمة صلاة المغرب ودخل المسجد والإمام يصلي العشاء، فهل يجوز أن يصلي معهم بنية المغرب؟ وكيف يفعل والإمام يزيد عنه بركعة؟ هل يسلم في الثالثة أم ينتظر حتى يقضي الإمام صلاة؟ هذا يصلي المغرب وحده، أو إن وجد جماعة مثل فاتتهم صلاة المغرب يصلونها أولا، ثم يدخلون مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء ويكملون بعده. نعم.
حفظكم الله. تقول: أنا طالبة في المدرسة، إذا دخلت المسجد وكانت جماعة من النساء تصلي، هل يجب أن ألتحق بهن؟ وهل علي إثم إذا صليت وحدي لأني أخشع أكثر بتلك الصفة؟ وهل صحيح أنه لا تجوز الصلاة منفردة إذا كانت توجد جماعة نساء؟ الجماعة من وجوب الجماعة من خصائص الرجال، وأما النساء فإنه لا وجوب عليهن، لا تجب عليهن صلاة الجماعة. لا يجوز لك أن تصلي منفردة أو يصلي بعضكن يعني جماعات أو جماعة واحدة، الأمر واسع في هذا في حق النساء. نعم. فإن أنست من نفسها خشوعا أكثر إذا انفردت؟ إذا كان في صلاتها وحدها مصلحة ظاهرة فإنها تنفرد. نعم. أحسابكم الله. تقول في سؤالها قبل الأخير: والدي مشترك في تأمين صحي لدى إحدى شركات التأمين، تدفع له مبلغا، بل يدفع لها مبلغا محددا في السنة، مقابل أن الشركة تعطيه بطاقة لدخول بعض المستشفيات الخاصة مجانا، وتكون جميع مصاريف العلاج على الشركة بمساهمة بينها وبين جهات عمله في بعض ذلك المبلغ، فما الحكم في هذه الصورة؟ أثابكم الله. التأمين بجميع أنواعه محرم، لأنه أكل للمال بالباطل، ولما فيه من الغرض والجهالة والمخاطرة. الإنسان يتوكل على الله، وإذا حصل عليه مصيبة أو حصل عليه جائحة في ماله فإنه يستعين بالله عز وجل ويسدد ما الغرامة التي تلحقه بجناية أو غير ذلك، ولا يسددها من ماله ولا يأخذ من أموال الناس، لأن التأمين معناه أنك تأخذ من أموال الناس، وقد تكثر الغرامة فتأخذ أكثر مما تدفع بأضعاف. ما الذي يحل لك هذا؟ أموال الناس لا تحل إلا بطرق شرعية، لقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. نعم. أحسن الله إليكم. في سؤالها الأخير تقول: امرأة طهرت من الدورة وقد بقي على الفجر دقيقتان، فصلت المغرب ثم سلمت وصلت العشاء، وفي أول ركعة من صلاتها العشاء أذن بالفجر، فكيف تصلي المغرب والعشاء في هذه الحالة والوقت ضيق؟ إذا ضاق الوقت فإنها تقدم الصلاة الحاضرة، تصلي الصلاة الحاضرة وهي الفجر، ثم بعد ذلك تقضي صلاة المغرب وصلاة العشاء. أما إذا كان في الوقت متسع فإنها تصلي المغرب ثم العشاء ثم تصلي الفجر في آخر وقتها. نعم. أحسن الله إليكم. المستمع أحمد آي من جدة بعث عددا من الأسئلة، يقول في أولها: رجل احتلم وقت السحر وتسحر، ونظرا لشدة البرد لم يغتسل إلا وقت العصر، فما صحة صيامه؟ وهل يقضي ذلك اليوم أم لا؟ أفيدونا مأجورين. أما الصيام فإنه صحيح، يصح الصيام من الجنوب، إذا كان احتلم النهار أو احتلم قبل الفجر فالصيام يصح ممن عليه جنابة، لأنه لا يشترط للصيام أن يكون الإنسان على طهارة، لكن يبقى قوله إنه لم يصلي إلا عند وقت الظهر، كذا؟ بل الوقت العصر. العصر، هذا أخطأ خطأ كبيرا. الواجب عليه أن يتوضأ ويتطهر بالماء ويستدفي بما عنده من التدفئة، ويسخن الماء إذا كان باردا شديد البرودة يسخنه بما عنده من وسائل التسخين. فإن قدر إنه ما عنده ما يسخن به الماء ولا يتحمل برودة الماء فإنه يتيمم ويصلي ولا يترك الصلاة تخرج عن وقتها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الآخر: أنا شاب أبلغ من العمر 21 سنة، تساءلت مع والدتي مرة في أي شهر ولدتني، قالت في شهر رمضان، وقالت إنها أفطرت 20 يوما لم تقضيها إلى الآن، فماذا يجب عليها أن تفعل؟ وهل يجوز أن أقضي عنها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إن كانت على قيد الحياة فإنه يجب عليها القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم كفارة عن التأخير. أما إن كانت قد توفيت فإن صمت عنها إبراء لذمتها فهذا من برها والإحسان إليها. نعم. شابكم الله وأحسن إليكم. يقول في آخر أسئلته: ما وصيتك فضيلة الشيخ لشاب يريد حفظ القرآن الكريم وطلب العلم ولكن وقت فراغه قليل، فماذا يجب عليه أن يعمل وبماذا توجهونه؟ جزاكم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. يطلب العلم بحسب ما تيسر له، يطلبه ولو في وقت قصير من اليوم،
قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. والقليل يبارك الله فيه ويكون كثيرا مع المواصلة ومع المتابعة. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. المرسلة هاء عين ألف حاء من حفر الباطن بعثت عددا من الأسئلة في رسالتها، تقول في أول أسئلتها: إذا جلست في مجلس فقامت بعضهن بالتحدث مع الأخرى على ثالثة، أي عن ثالثة، بإثم كغيبة أو نميمة وأنا أسمعها، هل أنا مشتركة في هذا الإثم وهل قمت معهن بالنميمة أو الغيبة؟ نعم، إذا علمت أن مناجات هاتين المرأتين في الغيبة والنميمة إن هذا منكر ويجب عليك النصيحة لهم وتذكيرهم بإثم الغيبة والنميمة. قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. قال صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. وأما في النميمة الله جل وعلا يقول: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. والوعيد في هذا شديد، هذا منكر يجب إنكاره والنصيحة لمن ترينهن يعملن ذلك، هذا هو واجبك. أحسن الله عليك. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، من أجل أن ذلك يحزنه، يعني لا يكلم أحدكم الآخر سرا والثالث منعزل ولا يسمع، لأنه يخشى أن يظن بكما سوءا ويحزنه ذلك، وأيضا يشعر بهضم في حقه وتنقص له. الحاصل أن هذا بين هذا التناجي بين أمرين: ما يكون من التناجي المحرم المنهي عنه وإن كان في كلام مباح، والأمر الثاني أن يكون هذا غيبة أو نميمة، فالأمر أشد. نعم. أحسن الله إليكم. تقول في سؤالها الآخر: هل السؤال على أي أحد أو معرفة أحد يعد من الغيبة أو النميمة؟ كأنما تريد حدود المسموح والممنوع في الغيبة والنميمة. السؤال عن أحوال الشخص والتعرف عليه لغرض صحيح لا بأس بذلك، أما السؤال من باب استطلاع أحواله وتعرف على أموره المستورة التي لا يحب أن يطلع عليها هذا أمر لا يجوز، لأن هذا من تتبع عورات المسلم. نعم. أحسن الله إليكم. تقول: لي أطفال صغار عمر أحدهم سنتان والأخرى 9 شهور ويلعبون دائما أمامي وأنا في الصلاة وبين يدي فلا أقدر أن أعتزل عنهم، ثم تكشف الطفلة بعضا من شعري إذا جلست في الصلاة، فما حكم صلاتي؟ صلاتك صحيحة إن شاء الله، ولا يضرك مرور الأطفال أو لعبهم حولك، وأما كشف الشعر فيجب عليك المبادرة بستره لأنه من العورة، ومن شروط صحة الصلاة ستر العورة، فإذا انكشف أو كشفه الطفل فالواجب المبادرة بستره وصلاتك صحيحة إن شاء الله. نعم. بعد هذا تقول: ما حكم قطعي للصلاة بسبب أن طفلتي الصغيرة تسبب الأذى الكبير لأخيها الأصغر منها؟ لا يجوز قطع الصلاة إلا في حالة الخطر، إذا بلغ الأمر الخطر يعني تقطع الصلاة لإنقاذ إنسان من مهلكة فإنه يجوز قطع الصلاة في هذه الحالة لإنقاذ المعصوم من المهلكة. إذا خشيت على الطفلة أن يقتلها أخاها أو أن يضر بها ضررا كثيرا في جسمها فلا بأس بقطع الصلاة للضرورة. نعم. ثابكم الله وأحسن إليكم. تقول في سؤالها قبل الأخير: ما وقت صلاة الضحى بالساعة؟ أحسن الله إليكم، هل تصح قبل أذان الظهر بنصف ساعة؟ نعم، وقت صلاة الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح عن الأفق ويستمر إلى قبيل الزوال، ويستمر إلى قبيل وقوف الشمس في كبد السماء، فإذا ساوت الشمس الرؤوس دخل وقت النهي حتى تزول الشمس عن الرؤوس إلى جهة المغرب. كل هذا الوقت ما بين ارتفاع الشمس قيد رمح إلى وقوف الشمس في كبد السماء محاذية للرؤوس، كل هذا وقت لصلاة الضحى، وكل ما تأخرت فهو أفضل، قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حينما تقع حرارة الشمس على الأرض. نعم. أحسن الله إليكم. في سؤالها الأخير تقول: كان عند أبي رحمه الله نقود في أحد البنوك وكان يأخذ عليها أرباحا، لكنه رحمه الله لم يصدق أن هذا ربا، فهل يوجد وسيلة حتى يغفر الله له؟ وكان أبي يصرف علينا من تلك النقود، فهل يعني ذلك أننا غدينا بالحرام وملبسنا من الحرام، ومعناه أن لا يستجاب لدعائنا، مع العلم أننا لم نوافق على ذلك ولم نكن نقدر عمل شيء حياله؟
هذا أمر فات وانتهى، ولكن إن قدرتم على أن تتصدقوا بما يعادل الأرباح الربوية فهذا أبرى للذمة وأحسن، أبرى لذمة والدكم وأحسن لكم أنتم فيما تناولتم من التغذية من هذا المكسب. وإن لم تقدروا فالأمر مضى وانتهى، ونسأل الله له المغفرة، ويعتبر هذا من الذنوب بل من كبائر الذنوب. والمسلم وإن ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب فإنه معرض للمشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. المستمع عامر سالم كرامة من اليمن حضرموت يقول في سؤاله الأول: كنا في العام الماضي في السنة الأخيرة من الثانوية العامة، فحصل جدال مع بعض الإخوة أنه إذا وفقنا الله تعالى في امتحانات الشهادة سوف أعمل لهم وجبة غداء مع بعض أصدقائي وأهلي، وأذبح لهم رأسا من الغنم، وقد نذرت بذلك وعند الاستطاعة على الوفاء به، فهل يشترط حضور هؤلاء الإخوة مع العلم أننا قد افترقنا وبعدت المسافة بيننا؟ وهل يجوز لي أن ألقيها لأهلي فقط أم ماذا أفعل؟ وهل يشترط عدد كبير؟ وهل هناك عدد محدد يكون به الوفاء؟ أجيبوني جزاكم الله خيرا. هذا النذر من النذر المباح، تخير بين فعله وبين كفارة يمين، هذا من نذر المباح وليس هو من نذر الواجب، لأن إطعامك لزملائك وهم أغنياء هذا من المباح وليس. أما لو قلت هذه الذبيحة للفقراء نذر علي إن نجحت أني أذبحها وأتصدق بلحمي للفقراء، هذا نذر واجب لا بد من الوفاء به مع القدرة. وأما إذا كان الذين نذرت لهم من الأغنياء ومن الأصحاب فهذا من نذر المباح، إن شئت أن تفعله فلا بأس، وإن شئت أن تكفر كفارة يمين وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فإن لم تجد فإنك تصوم 3 أيام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الأخير: في مساجد منطقتنا هناك أولاد صغار يجعلهم مشرف المساجد في الصف الأخير من المسجد وحدهم، هل تجوز صلاتهم أم يحسن أن يكونوا في وسط الصفوف الرجال، علما أن وجودهم بين الرجال سوف تكون منه بعض المآسي كالإزعاج ونحو ذلك؟ وهل يجوز أن يكون الصف حقهم بين الصفين؟ هل يجوز أن يكون حقهم في الصف بين الصفين من صفوف الرجال حتى تكون عليهم الرقابة من الرجال؟ وجهونا للأصوب في ذلك جزاكم الله خيرا. من المعلوم أن الأطفال إذا اجتمعوا يحصل منهم تشويش ويحصل منهم ما يتنافى أو ما يخل بالصلاة أو يشوش على الآخرين، فهؤلاء الأطفال إذا كانوا قد بلغوا سن التمييز صحت منهم الصلاة، فيفرقون في الصف، لا يجعلون في مكان واحد أو في صف واحد مع بعضهم، لأنهم حينئذ يتمكنون من العبث بعضهم مع بعض، ولكن يفرقون في الصف ويكونون بين الرجال من أجل ضبطهم. نعم. أثابكم الله وأحسن إليكم. هذه رسالة من المستمع بابكر الزبير مبارك، سوداني مقيم بالمملكة، ضمنها عددا من الأسئلة. يقول في أولها: إني على بعد 1.5 كيلو من المسجد وأسمع النداء، لكن صاحب العمل لا يسمح لي بالذهاب للمسجد، يريد أن أعمل بتواصل، هل يصح لي الصلاة في المنزل أم لا؟ إذا كنت تسمع النداء يعني بالصوت المجرد لا بالميكروفون، لأن الميكروفون يسمع من مسافة بعيدة، لكن إذا كان لو كان بالصوت المجرد تسمع النداء وجب عليك الإجابة، ولا يجوز لصاحب العمل أن يمنعك من ذلك لأجل العمل، لأن وقت الصلاة مستثنى من العمل، ليس له الحق في منعك إلا إذا كان يترتب على ذهابك ضياع المال أو يخشى من سرقته أو نحو ذلك من الأخطار، فهذا عذر شرعي، تصلي في مكان العمل وتضبط العمل لئلا يختل ويضيع أو يسرق. أما مع الأمن وإنما يريد منك العمل فقط فوقت الصلاة لا يدخل في العمل وليس له حق فيه، تذهب وتصلي مع الجماعة وترجع للعمل والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الآخر: ما المسيح الدجال ومتى يظهر؟ وما حقيقة الفتنة التي معه؟ وما الجملة التي يتعوذ بها المسلمون منه؟ المسيح الدجال هو الفاتن الذي يخرج في آخر الزمان، وسمي بالمسيح لأنه يمسح الأرض بسرعة، وقيل سمي بالمسيح لأن عينه ممسوحة، لأنه أعور لعنه الله، عينه ممسوحة. والدجال سمي ولقب بالدجال من الدجل وهو الكذب، لأنه كذاب
لأنه كذاب في كل ما يقول وفي كل ما يفعل، ويبعثه الله في آخر الزمان علامة على قرب قيام الساعة، فظهوره من علامات الساعة الكبار. ومعه فتنة عظيمة، معه فتنة عظيمة، وعنده خوارق أعطاه الله إياها للفتنة، لأجل الفتنة وامتحان الناس، ضعاف الإيمان أو أصحاب الأطماع يتبعونه والعياذ بالله، اغترارا بما معه من الأموال وما معه من المغريات، ولا يسلم منه إلا أهل الإيمان الصحيح. ولذلك كل نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حذر أمته الدجال، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تحذيرا من الدجال، لأنه آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ولأن الدجال يظهر في أمته في آخر الزمان. والدعاء كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة تشهد الأخير بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال في كل صلاة، سواء فريضة أو نافلة. وقد ورد أيضا أن من أدركه فإنه يقرأ 10 الآيات من أول سورة الكهف، أو في رواية من آخر سورة الكهف، فإن من قرأ هذه الآيات عصم من الدجال. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، تولى الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تكرم به من جواب، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة